اهلا ومرحبا بكم في معرض انتر بيلد، كل ما هو جديد، الماضي والحاضر والمستقبل. معنا اليوم ضيفنا العزيز المهندس شمس الدين محمد يوسف، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للتشييد والبناء والعضو المنتدب لشركه الشمس للمقاولات. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. احنا النهارده يا ترى دي اول زياره في معرض انتر بيلد ولا زيارات متكرره؟ لا، أنا زبون مستديم لانتر بيلد من 95. من 95؟ 95 وما قبل 95 كنا لسه بقى ما وصلناش القاهره. اصبر. اهلا وسهلا بيك. احنا النهارده عايزين نعرف راي سعادتك في دور التشييد والبناء في المرحله القادمه. والله هي المرحله القادمه فيما بعد ثوره 25 يناير تحديدا مرحلة فاصلة في دور التشييد والبناء. بدء التشييد والبناء ده قطرة التنمية في أي بلد. معدل التنمية بيتأثر تأثر مباشر بدور التشييد والبناء في أي بلد، وفي مصر تحديدا كبلد نامية بيعمل به أكثر من 4 مليون مواطن أو صناعي أو عامل، ما بين مهندس وعامل وصناعي، عمالة مباشرة. فالأربعة مليون لو قلنا إن هما كل مواطن بيعول أربعة، فبنتكلم في 16 مليون مواطن بيقتاتوا أو مصدر رزقهم هو التشييد والبناء. يمثلوا خمس المجتمع. يمثلوا خمس المجتمع كعمالة مباشرة. تمام. لو العمالة الغير مباشرة اللي هي شركات الأساس، شركات مصانع الكهرباء، مصانع المواسير، مصانع الأسمنت، مصانع الحديد، الكسرات، الزلط والرمل، اللي دي بتمثل اكتر من العدد ده. ايه الدور المفروض او اللازم للشركات المصريه في مجال التشييد والبناء في المرحله القادمه؟ والله الشركات التشييد والبناء في المرحله القادمه هي اللي بنناشد جميع شركات التشييد والبناء ان هي دايما بتضع السعر العادل ولا تنتهز الفرصه. الوضع الطبيعي ان موجه المقاولات او موجه التشييد والبناء لها موجات في مصر. في اوقات معينه بيكون العرض اكتر من الطلب، اسعار المقاولين بتبقى بتقل جدا، وفي مرات في موجات معينه بيبقى الاستثمار، الدوله بتطرح خطتها، المستثمرين بيبقى عندها مشاريع عايز تعمل، فبيقل عدد المقاولين، الاسعار بترتفع. كده انا فهمت من حضرتك حاجه، مش هقول جميله، حاجه غريبه. النهارده بقت المقاولات زي التجارة، عرض وطلب. عرض وطلب. هل ده صحيح؟ هل ده صح؟ أنا شايف من وجهة نظري ده بالصح. ليه؟ بصفتي مواطن مصري غيور على بلده، أنا بلاقي النهاردة إن في شركات أجنبية بتيجي تاخد شغل في مصر، زي اللي حصل في المطار. شركة تركية جت خدت الشغل في مصر، في حين بوجهة نظري كراجل، مش هقول مهندس أو استشاري مصري، لأ، بصفتي مواطن مصري، إن أنا شايف ان في شركات مصريه اعتقد لا تقل عن الشركات الاجنبيه. ففي عندي هنا حتتين، ليه بنسمح بشركات بدخول شركات اجنبيه في حين عندنا شركات متخصصه وكواليفايد انها تقوم بهذا العمل؟ نمره 2، النهارده ليه الشركات المصريه، شركات المقاولات المصريه بتصنف درجه ثالثه، وما تزعلش مني ومحدش يزعل مني، بتصنف درجه ثالثه في السعوديه ودول الخليج؟ قطاع التشييد والبناء لم يطور نفسه من 50 سنة. التقنيات الحديثة ما وده بيرجع برضو لأسلوب طرح المناقصات الحكومية، لأن إذا كانت النهاردة هي التي تمثل أكثر من 60% من حجم البناء في مصر، بتنطرح وبيبقى التقييم العبرة بالأقل سعراً وليس بالأفضل فنياً. فالنهاردة طول ما هو بيطرح أسلوب الطرح بيختار الشركات على أساس الأقل سعرا، ف
فانا النهارده ايه اللي يخليني اشتغل باجيب شدات معدنيه؟ ايه اللي يخليني اشتغل بخرسانه جاهزه على سبيل المثال؟ اذا كانت الخرسانه المعده سلفا في الموقع بالخلاطة الطبيعية دي بتكلف، بيبقى في فرق في التكلفة 100 جنيه، لو أنا حطيت السعر على إن أنا هجيب خرسانة جاهزة، سعرها هيبقى أعلى من المنافسين. فهي أسلوب الطرح أو قانون المزايدات والمناقصات في مصر لازم يراعي هذه النقطة إذا كانت مصر ترغب حقيقة في إن هي تطور المهدة ويصبح المقاول المصري منافس في دول الخليج وفي أوروبا. يبقى إحنا إذن ما زلنا بنسير بوجهة النظر المحدودة. بالتأكيد. وجهة النظر المحدودة ايه؟ احنا على فكرة احنا احسن ناس بنحط قوانين وما بنعرفش نفعلها. انا حسب معلوماتي ان القانون بيحدد، بيقول لك ان هنا في عندنا في اي مناقصة مطروحة في حاجة اسمها تقييم مالي وتقييم فني. للأسف هذا التقييم الفني بيضرب بعرض الحائط ولا ينظر اليه، وانما ينظر للتقييم المالي والاقل سعرا. وبعد كده بتبدأ المشكلة بين المقاول المالك والاستشاري المثلث المعروف، وتبدأ في المشكلة بتحدث، ودي بتخلي أعتقد أنها بتسيء للآخر للجميع، بتسيء لسمعة المقاول المصري والاستشاري المصري، وده لابد من تغييره. يبقى لازم فعلا لو كلنا نبقى حريصين أن احنا نربو بنفسنا، نتطور، أن احنا نطلع مصر مش بيبقاش السوق الوحيد لينا، لازم نرقى أن احنا نطلع الأسواق العالمية. احنا لازم نحط أسعار منافسة، نحترم المواصفات، فعلا نطور نفسنا من جميع الجهات. ودي النقطه اللي عايز اكلم حضرتك فيها النهارده. انت رؤيه حضرتك ايه؟ ايه اللي شايفه من انتر بيلد ضروري يعملوا حتى نغزو بمنتجينا بمقاولينا بشركاتنا بكل المنتجين والمصنعين في مصر الى السوق العالمي؟ والله الانتر بيلد قايم بدوره، هو فتح المجال لجميع الشركات تعرض منتجاتها، لشركات عالمية بتيجي تقدم اخر ما وصلت اليه. ده عمل الدور بتاعه، لانه دور مش هيبقى دور الانتر بيلد بس، انما دور الدولة في ان هي ترتقي بالمهنة. قانون المناقصات والمزايدات النهاردة حتى لو كان في شروط الطرح ان التقييم الفني بالنقاط، بيأتي العضو المالي أو العضو القانوني يقول له أنا ملتزم بأقل سعر. هناك مقولة مشهورة عن أحد الأعضاء الماليين نقول له لو كان شارونا أقل بمليم فهو الأفضل لي. فبالتالي لو أن النهاردة شركة في مستوى ألف وشركة في مستوى ب تقييمها إداها تقييم ب أقل 20% أو 30% مستوى ألف، لو أن هي سعرها الأقل فهو بيفضلها وهي اللي بتقوم بالتنفيذ، بالتالي المهنة لن ترتقي.